ايام العيد في حلقه خاصه، وزي ما ابتدينا الحلقه او ابتدينا الكلام بانه هيبقى في وذكريات وغنى وضحك وهزار بالرغم من انه هو واخد جزء كبير من حياته بشكل جد. ودايما كان عندي مواقف بحياتي ان لما باخد قرار انا ما بهزرش بالاغاني، ما بهزرش بالشغل، بالتسجيل، بالاماكن اللي بغني فيها، حتى بالانترفيوز. مصر، مصر العروبه، مصر ام الدنيا، كمان ابتدت فيها المؤامره، صابتها المؤامره ورجع شعبها اخذ المبادره ورجع مصر لاهلها. هيدي بدي اوجه لهم تحيه. بقول لك يمكن انا اكثر من نصف حياتي قضيتها في مصر، بين اكثر من نصف حياتي كنت اجي مصر لاني بشعر باني انا جزء من هذا الوطن. يعني بكل الاحوال انا عندي افكار كثير بعيده، انا مش مرتبط بالباسبور يعني. فمصر دي اللي بنحبها بتاعتنا، حسيت انه عم بتروح من ايدينا، عشان كده انا كان عندي المواقف. انا فجاه دلوقتي قاعده بتكلم مع حد تاني. انت اتغيرت ولا انت طول عمرك كده؟ لا لا، وبتغني حاجه تانيه؟ لا انا غشيتكم بالاغاني. يا ريت في حبي وما تخلي حدا يحاكيها، اسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بايدي. يا ريت في حبي وما تخلي حدا يحاكيها، اسقيها دموع عيني قدم لقلبي بايدي، وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها. أصعب شيء بحياتي بشتغل ليل نهار لأوصل لصدقية البساطة. كنت شوف ناس كبار كتير ومهمين كتير ومفروض يكونوا مثل أعلى، لما اتقربت وتعاملت معاهم اكتشفت بأنه أرخص أنواع البشر. وبص على الحلاوة، حلاوة في بلدي نجاوة نجاوة. أنا بص على الحلاوة، حلاوة في بلدي نجاوة نجاوة. تعال دوق يا حلو بلدي، تعال دوق خد لك صندوق اتفرج على الحلاوة، حلاوة. الشعب اللبناني يعني الشعب اللبناني بيموت يعني بأي شيء قريب له، بالأخص بمصر. طيب انت بتغني أغنية حلوة قوي 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 والناس كلها حافظاها مع انها مش ليك. بنت يا بنت السلطان. الله ينور عليك. يا بنت السلطان حن على الغلبان، الميه في ايديك يا حلوه وراغب عطشان. يا بنت السلطان حن على الغلبان، الميه في ايديك يا منى وراغب عطشان. على كوبري عباس قال ماشيه وماشيه الناس، ماشيه تبص عليكي يا فردة بأمانة. سعيدة يا حلوة سعيدة، ياللي بلادك بعيدة، شاوري ولا جيلك ماشي لما المصر الجديدة. وبسيني سيني أكتر، المية في إيدي سكة، بسيني سيني أكتر، المية في إيدي سكة، بسيني سيني أكتر. وبنفس الوقت بعتبر ان انا شكلي هيدا مش ملكي، هيدا ملك جمهور. لا يعني انت بتمشي على نظام غذائي وكده ولا لا؟ بس مش بحافظ. مش يعني موضوع. في ناس تختار تبقى نباتيه مثلا. لا 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 لا, لا مش كده، باكل كل حاجه بس يعني بشكل مقبول، يعني مش ما بقومش بالاكل وانا مدخول. ومش مانع يعني نفسي عن حاجات، يعني مثلا بقول لك البطاطا بطاطس يعني مش لازم واحد ياكلها، لا باكل بطاطس، باكل كبه، باكل كل شيء، باكل لحمه كبه نيه، باكل. النهارده في مصر اتغديت ايه في مصر؟ النهارده حمام محشي. لا
والله العظيم. لا اصلي اصلي لحظه لحظه هقول لك ايه، ما تجيش مصر كتير. لا 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 هقول لك، اصلي انا قبل ما اوصل على مصر بطلب الحمام المحشي. فرق كبير بيني وبين غيري، فرق كبير، فرق كبير بيبان تفكيري، فرق كبير، فرق كبير بيني وبين غيري، فرق كبير، فرق كبير بيبان بتأثيري، فرق كبير. بحلف وحياة عينيا يا أقرب مني ليا، بحلف وحياة عينيا يا أقرب مني ليا، ده أنا بنسى الدنيا ليا لو جيت تفكيري، لو جيت تفكيري. فرق كبير بيني وبين غيري، فرق كبير، فرق كبير بيبان تأثيري، فرق كبير. انت الفيديو الأخير بتاعك انا اسمي حبيبك، انا اسمي حبيبك، هو تخطى فكرة انه السن او انه او عنده شعر ابيض او كده، ولا هي جت بالصدفة؟ حلو الشعر الابيض، حلو. انا كنت مستنيه والله، مستني في شعري ابيض طول عمري ناطر. اننا بقى في حلقة عيد يعني، والبساط احمدي، انا بس عايزة المشاهد يشوف جبروت راغب علينا، الجبروت والثقة. يا لطيف. طالع عمال يغني الاغنية وحطت ابنه الشاب في الاغنيه، مش يعني عادي بيقولك اه انا كبير وولادي كبار وبغني وبيرقصوا حواليا، ده يعني جامده دي. هو انا واحد بقى فيهم خالد. اه خالد هو لابس نظاره اول شيء، بس هو ما كانش بالفيديو. ايوه ما هو بس يعني انت طلعته لازم... في الفيديو انت مش متضايق ان ولادك كبار وعادي جدا؟ بالعكس انا مستني اشوف ابني يقف قدامي يكون بطولي، بطلع انا وياه وبيحكي لي قصص غرام والحب والحياة اللي بعيشها وبعطيه نصائح. المهم والدتي قوية، ست قد حالها يعني، يعني ما شاء الله نحن 8 أولاد ربتنا، وكنا ما نخافش من الوالد نخاف من الوالدة. كنت حب بنت الجيران نعدي عليها شوية ربع ساعة 10 دقايق، لأنه أهلها ما كانوش في البيت. فبهالوقت ايه يا جماعه الحاسه فصاني ده ايه؟ ببراءه على فكره، براءه. براءه ايه بقى؟ المهم الوالده عارفه اي ساعه بيجي من المدرسه، الظهر شافتني من البلكون انا وجايه وما وصلت على البيت. فبعد شوي انا قاعد تحت عند البنت ببيتها، قاعد عم بحكي انا وياها وبنلعب او حسب اعمارنا، ما لقيت الا الوالده جاي بدق الباب وشال الجزمه. هي ما لمتنيش. لا معلش بص، قالت لا للبنت عيب عليك. وحشني كلامه وانا قدامه، سارح في عينيه هيمان مش برد عليه، وهو يقول لي ايه شغلك عني، بقول له حاجات كده واسكت وما اقولوش ليه، بضايقه وانا قصدي ازعله مني، عشان لما بيتعصب بموت انا فيه، ذكريات حلوة قوي كانت ما بينا، كل قلبي ما يفتكرها دموعي تنزل، احنا كنا صغيرين وما جاش في بالنا ان كل حاجة حلوة مش بتكمل. تعرضت للخطف ونزلوني تحت الأرض، وزارة السجون. صوت
له علاقة برغب عرب. كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها يجاوبني عليها. أنا من أول ما ابتديت أول حاجة عملتها في حياتي هي مدارس. حتى الأمم المتحدة شافت فيه شخصية تانية غير الفنان. حجر ورا حجر بيبني قلعة. لا لا أنت عندك كم باسبور؟ خير الله كتير. يعني 5 سنت عدية. الصداقة هي أغلى ما بالوجود. بتستغرب ولا لأ؟ أنا بحب شكلي دلوقتي. قالت بدي إياك تخفف شنبك وتخليه ديرتي لوك. اثنين يقولوا لأ يعني لأ. كل اللي أعرفه إن صوت صابرين صوت جميل. وأنا على الرباب بغني مملوكش غير إني أغني وأقول تعيش يا مصر. البنت ظلمت وقتها صدقيني انه انا انقهرت كتير. صوتي انا سبب مشكله بينك وبين نجمه احلام. حلوت وصوتها حلو. رغب علامة بيعاكس. ده مستحيل ابدا قلبي يمين ويحب يوم غيرك ابدا ده ابدا أمثل حاجة اليوم للفرح. بالنسبة لك الأقرب لقلبك إيه أكتر فيديو كليب قريب لقلبك من اللي أنت مصوره؟ غسيل الدنيا والحب الكبير. والأغنية اللي كان فيها الكلب والجيتار دي علمتيني. الله على علمتيني. ده في جيل نقلت الفيديوهات بالعالم العربي إلى مكان آخر. يعني ابتدينا آخر شيء نمل قد ما الناس صارت تقلد الأغنية هاي. لا يعني في جيل كده يعني ما نكرش إن أنا منه. كنا نشوف إيه ده والجبل والكلب بالزبط. والجيتار وكانت المود الأمورة جدا. صح. طب خلينا نفتكر كده الفيديو كليب ده. الكليب ده مش ممكن مثلا الكلب مش بتاعنا بس مش ممكن مع المشاهد يصدق بانه الكلب بتاعنا يعني والمزرعه دي بتاعتنا ولا انه في صدق كتير. لا الكلب مش بتاعكم يعني دخل في التصوير كده. مش بتاعنا يعني هو ممثل. الكلب ده كان ممثل. ممثل جايب يعني المخرج جايبه عشان يمثل. بالظبط بس انه شوفي يعني الطريقه اللي هجم فيها الكلب اللي عندنا بتحسي انه هي صاحبته فعلا. يعني وصاحبته دي بقى موديل كانت ولا ممثله؟ لا 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 واحده عندها كلب تأجره. لا لا اللي كانت معاك في الفيديو كليب انا كانت موديل لطيفه من دي. كانت عارضه ازياء موديل من بورتوريكو. شفتي لوين واصله مواصيلي انا. لما بتبص للفيديوهات الكليبات القديمه دي بتستغرب قد ايه الزمن بيغير. يعني انا مش بتكلم على السن انا بتكلم على اللوك. يعني الثمانينات شكل التسعينات شكل صح. الالفينات شكل وحد زيك ماشي جدا مع الموضه. بتستغرب ولا لا؟ انا بحب شكلي دلوقتي اكثر من اللي شفته بصراحه. كنت اصغر بس انا كثير بحب شكلي هلا كيف انا. حتى جسمي بحبه كيف انا. بس يمكن يعني على الموضه. ما هي الموضه دلوقتي ده اللي فات ده مش على موضه دلوقتي بس كان ساعتها الموضه. وقتها كانت موضه بس انا هلا لما بشوف بتطلع بستغرب نفسي هون. ليه بقى ما بحبش الشنب؟ لقي نفسي انا هيدا اللي موجود قدامي هذا كان شيء قديم. يعني انه ما بلاقي حالي كنت يعني ما بلاقي فرق العمر بين هلا وقبل. بلاقي التطور اللي انا اليوم عملته حتى بشكلي. مين اللي قالك تحلق شنبك؟ مين اللي خلاك تحلق شنبك؟ مراتك؟ لا اللي خلاني احلق شنبي كانت باغنيه حبيب قلبي يا غالي اللي عملتها بايطاليا. كان سهروني. كان سهروني الليله عيوني. سهروني حلقت شنبي على الاخر. هلا حلقته ديرتي لوك. وقتها طليان كانت ستايلست ايطاليه قالت بدي اياك تخفف شنبك وتخليه ديرتي لوك. يعني هو مع الدقن بنفس الطول. لانه قبل كنت خاف شيل شنبي. ما بعرف كنت اعتبره رمز الرجولي. عرفتي انه بستغرب انه كيف رجال بلا
بلاش انام. بعدين لما اخذت يعني جرأت قالت لي لا انت هيك هيدا اللي بيلبق عليك. هي واحدة من ستايلس المهمين بإيطاليا مع الشركات الكبرى المسموعين عالميا. فقالت لي لا هيك بدك يعني كنت متردد من الموضوع مش سهل. بعدين قلت يلا يا صبي شلت وانبسطت حبيت. علاقتك بدأت ازاي بالأمم المتحدة؟ دايما يجي لنا احساس كده ان هي علاقات شخصية. لا والله هم اجوا لعندي وطلبوا مني. بس هم اكيد كانوا مراقبين يعني نشاطات الاجتماعية لحتى شافوا ان عندي مصداقية بهالموضوع. شافوا فيي مش بس فنان. انا من اول ما ابتديت اول حاجة عملتها في حياتي هي مدارس. ما عملتش نادي كلوب. حتى شركة انتاج لولا اسست شركة انتاج لي مؤخرا لانه شركات الانتاج ابتدت تتدهور مع العولمة مع عدم تطبيق القوانين. وبما اني انا انسان حر بكل ما تعني. لا قصدك ايه؟ قصدك يعني اول ما بقى عندك ثروه او بقى عندك دخل من الغنى عملت مدارس؟ ما كانش ثروه على الاطلاق. كان مبلغ من المال. حبيت اني استثمره في التربيه في التعليم. هو ده دماغي. يعني انا يعني انت عندك مدارس في لبنان؟ عندي مدارس طبعا. وكانت رسالة طبعا لأن المدارس دي في شق منها كبير خيري. وأنا كنت يمكن يعني ماديا على قد حالي. بس بشوف إنه الإنسان لازم قد ما بيقدر الصوت يودي والخير يودي لازم يعمله. هذه طبيعتي هيك أنا تربيت. وبطبيعتي من أنا وصغير كنت شاب ولد واعي بتطلع لبعيد بحسب الامور. سو حتى الامم المتحده شافت فيه شخصيه ثانيه غير الفنان اللي انا بعتز باللي عملته بالفن. بس كمان انا بهتم بالانسان اللي اهتم فيه وحبني ورفعني رفع شأني. ومؤخرا يمكن ما بعرف اذا شفتوني زرت السجون في لبنان وكانت عملت ضجه كبيره لاني كنت عارف وكنت أردت أن أكون الأشخاص اللي يقدر يحقق العدل للناس اللي مش ما عندهمش حد ما عندهمش واسطة. نحن بلاد لازم الواحد يكون عنده واسطة عشان يوصل. في ناس مرميين في السجون وأبرياء ويمكن حتى لو كانوا مذنبين يعني مذنبين قد كده يحكموهم قد كده. فكمان حملت لواء هيدي القضية ومشيت فيها. كل 13 سنة عم بيموت طفل. لا مش من الحرب من الجوع. فينا نساعد بإنقاذ من 170 مليون إنسان ونخفف معاناة أم مش قادرة تأمن أكل لأولادها. كيف؟ انضموا مثلي لحملة الأمم المتحدة واعرفوا عنها أكثر على هالويب سايت. طب هو إيه الفرق ما بين سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة ومندوب أو ممثل الأمم المتحدة للشرق الأوسط وغرب اسيا؟ يعني احنا بنشوف كتير نوايا حسنه انما الممثل ده غالبا بيبقى شخص واحد. يعني انا صرت بروح مؤتمرات بدعوه منهم يعني سفير رسمي من الامم المتحده بشارك وبحكي كلمه وبعمل اويرنس يعني مش يعني معاك باسبور يعني لما بروح بمهمه للأمم المتحدة أكيد بيبعتوا لي باسبور للأمم المتحدة. في المهمات دي بس إنما بتتحرك بباسبورك العادي. أنا عندي باسبور يعني دبلوماسي. عندي أكيد. لا لا أنت عندك كم باسبور؟ عندي خير الله كتير. طب يعني أنا ممكن أقول أربعة مثلا. والله العظيم أنا هعد معك. أنا شفت صورة ليك مع أبو مازن بيهديك شرفيا باسبور فلسطيني دبلوماسي. وادي باسبور في اليونايتد وباسبور لبناني وتلاقي فيه باسبور امريكاني ولا كندي في السكه. عندي كندي اكيد من التسعينات. طيب يبقى اربع باسبورات بتتحرك باني واحد؟ باللبناني داخل باللبناني بخرج باللبناني. لاني مصدقك يعني ما لك شغلي صدقا يعني مش انه دائما وين ما بروح بشعر بمحبه الناس بمعامله خاصه ومني محتاج استعمل الباسبور. قال لي كون بستعمله يعني يمكن يكون بلندن
زحمة عالم كتير بدي أنطر ساعتين. آه. بستعمل الدبلوماسي عشان أدخل بسرعة. بس. أو أنت مسافر كندا أو. ببلاد الغربية لما بيكون في لاين بده ساعة أو ساعة ونص بتحصل. عرفتي؟ بستعمل الدبلوماسي لأنه في مدخل للدبلوماسيين. بس أنا بكل أمانة وصدق وعمل أحسن من دبلوماسي وما بروح يعني لما بيجي على مصر ولا بروح على الإمارات ولا بروح على تونس ولا وين ما بروح يعني بأي بلد ولا الأردن عمري ما شعرت بإني أدخل بباسبور عادي حتى لو إني عم بدخل دائما بباسبور اللبناني العادي وأنا بلبنان كمان يعني لو طلبت باسبور أكيد يوافق عليه بسرعة أنا عارف إنه ممكن أحصل عليه بسرعة عمري ما طلبته بس استعمل الباسبور العادي وبشعر بمعاملة جدا 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 خاصة وهذه ما حدا فارضها على الناس إلا الحب لأنه يحبوني من قلبه صور دي نحن داعمين لمشروع سان جود اللي هي مؤسسة تطبب الأطفال المصابين بالسرطان مجانا ونحن داعمين ونعمل حاجات حتى على التليفوني لو بتتصل فيه على التليفون بيطلع لك قبل ما تكلميني أنه أنت ستضطر إلى دفع على الدقيقة مبلغ زيادة يذهب رايحه إلى مؤسسة سان جود لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان يعني بالسرطان. أي حد يكلمك في جزء من المكالمة لازم يدفع فلوس زيادة أغلى من أي مكالمة تانية طبعا عشان كده بيكلمكوش وبيكلم خضرة بيكلموا خضرة أخوه لا بس أنه أنا حقيقة خضرة أخوك ومدير أعمالك وصديقك وكل حاجة شوفي أنا هيدي الفكرة حتى كتير أصحاب طلبت منهم أنه يشتركوا على طول الفلوس اللي بتجي يعني من الخط تدفع دايركت للمؤسسة قد إيه نسبتها بالدولار قد إيه لو تحسبها لنا يعني أنا لو هكلمك أو أي حد صاحبك هيكلمك يبقى تقريبا زيادة قد إيه 5 سنت على الدقيقة بس بيقول رايعها للمركز مركز سرطان الأطفال في وصار كتير بلبنان من بعد ما عملناها أنا كنت أول واحد من بعد ما عملتها هلأ بتصل بكتير أصحاب بيطلع نفس المسج كله عم يشترك لأنه فعلا يعني مركز يطبب يشفي 82% من الأطفال اللي بيدخلوا عليه والحمد لله هذه يعني نعمة بعد الفاصل هنبقى مع موقف اتخذه راغب وصحيح انه كان يمكن سبب مشاكل انما اولا كشف عن معدن انحيازه للموهبة ايا كان جنسيتها وفي نفس الوقت اكد لنا انه المواهب الحقيقية مش بالضرورة تاخد مركز اول او تاخد ميدالية المهم بس ان صوتها يوصل للناس صح. بعد الفاصل هنكون مع موقف وصوت له علاقة برغب عرق البنت ظلمت انه اتنين يقولوا لا يعني لا قهرت كتير كل اللي عرفوا ان صوت صابرين صوت جميل اغني بشكل مش عادي رغب علامة بيعاكس وسم على صدري منه يعني. ليش هتسقطني؟ ما كنت بالأساس ما تقوليش أحلام ورغب علامة تخانقوا عشان الصوت ده قدام الملايين على الهواء كان في صوت بيغني وهو عضو في لجنة التحكيم عرب ايدل الحقيقة لما كنا اشارنا الاخلافات ما بين راغب واحلام ما كانتش كلها اشياء تخصهم هما فمرة اتخانقوا على صوت او خليني اقول دي الخناقة الاكبر صوت عزب كان بيغني بطلاقة بس كان صوت مكسور لانه كان كارت انقاذ ممكن يخليه يكمل في المسابقة أو
يخرج الى الابد من البرنامج. وكلنا لازم نتخيل الموقف ده لما يبقى شاب صغير او موهبه صغيره وصوتها جميل، قد ايه الموقف ده صعب عليها. فالمفروض ان هي كانت تغني الاغنيه الاخيره او المحاوله الاخيره، وهم يا اما يدوها كارت الانقاذ ولا لا. هي غنت احلى ما يكون، يعني صحيح ان هي غنت للست اغنيه عظيمه، بس هي ادائها كان رائع. احلام وراغب علامه اتخانقوا عشان الصوت ده. راغب يقول لازم نديها كارت، الموهبه دي مش لازم تهدر. واحلام كانت مصره انه البرنامج يمشي كما اتفق عليه، انه ما يدوش كروت في المرحله دي. خلينا نفتكر اللحظه دي مش عشان الخناقه، احنا عبرنا فكره الخلاف، عشان نركز في الصوت. خلينا نقول انه اتخانق راغب مع احلام، وراغب كان متحيز للصوت مش للجنسيه. المتسابقه خرجت للاسف، والخلاف استكمل ما بين راغب واحلام. بس في الحلقه دي لازم يعني على الاقل صابرين نجيلي من دمنهور تكون موجوده معانا وتقابل راغب لاول مره بعد الخناقه اياها وبعد ما خرجت من البرنامج. صابرين نجيلي. اهلا اهلا، انت حلويتي قوي قوي. انت هتغني ثلاث معايا. صابرين دي اول مره تقابلي راغب علامه بعد اليوميه، ما كلمتهوش ولا مره وهو دخل في خناقه كبيره عشان صوتك؟ والله انا يعني انا اساسا زعلت لما حصل ده، يعني كل اتفاجئت على يعني على المباشر قدام الناس كلها اللي انا حصل خناقه بسببي، واللي انا يعني انا كنت متوتره واعصابي تعبانه جدا، وقلت يعني حتى لو خسرت انا يعني نفسيتي المهم يعني الضغط يروح. فتفاجئت اللي انا يعني صوتي سبب مشكله وخناقه كبيره قوي والخناقه قلبت بحاجات تانية، فانا ما كانش يعني ليا ذنب. لا بس قصدي يا شفتي ازاي وهو راغب بيدافع باستماته عن صوتك؟ والله انا يعني انا اكتر ما بحترمه احترمته اكتر، اللي هو يعني بيقدر فعلا الاصوات وبيدافع عن الحق بشكل محترم. يعني طيب انت ما عرفتيش يوميها تقابليه عشان تشكري صح؟ انا بعد الحلقه انا طبعا كنت مش قادره اتكلم، يعني لان اتفاجئت هو كمان بص لي وما اتكلمش، يعني ما بقاش قادر هو كمان يتكلم، لان هو من النوع اللي ما بيتعصب يسكت ما بيحبش يتكلم كتير وهو متعصب. فانا بصيت له وسكت. اللي اتكلم معايا ساعتها استاذ حسن بقى وكده. بس الفكره انه المشترك لازم يجي يقف قدام اللجنة ويقنعهم بأنه يعطوه كارت الإنقاذ، يعني غني أحسن ما عنده. فصابرين وقتها غنت بشكل مش عادي، والكل اعترف، حتى أحلام اعترفت أنه غنت رائعة رائعة، وحسن قال غنت رائعة عجوبة أو شيء. هلا أنت عبقرية، غنيتي عبقرية. طب عبقرية ورائعة، طب ادوها كارت الإنقاذ؟ لا مش عايزين ندي كارت الإنقاذ. فأنا اعتبرت أنه البنت ظلمت وقتها، لكن أنه البرنامج اثنين لا يعني لا. في النهاية أي برنامج مسابقات في ناس بتتأهل وناس بتخرج، في ناس بتكسب وفي ناس بتخسر. الموقف ده فيه حاجتين، أولا خلانا نسمع الصوت الجميل اللي من دمنهور بشكل محترم جدا. الحاجة التانية أكد على فكرة أن الانحياز مش المفروض أن يبقى لا الجنسية ولا المعرفة، الانحياز للموهبة. صابرين غنلنا كان لك معايا زي ما أبهرتينا يوميها وخليتي راغب يدخل في خناقة كبيرة بسببها. أنا عايز أسمع نفس الأغنية بصوتك الجميل. Thank you.
صوتك يا سامي. خليني اقول حاجه بشكل واضح جدا، في خناقات مش لازم تاخد حيز اكبر من حجمها. في النهايه اي برنامج مسابقات الغرض منه هو تقديم الاصوات. صابرين اتقدمت، التحدي الحقيقي انه صوتها ده يعني موهوبين اخرين يشتغلوا عليه ويقدموه.
صابرين جايه من دمنهور واول مره اعرف ان هي تخصصها ولا درست موسيقى ولا 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 منضمه لفرقه ولا اي حاجه. هي دراستها قلتي لي ايه؟ بصريات؟ بصريات يعني بتعملي نظارات. المفروض تبقي تعملي نظارات. فني بصريات. ايه؟ فني بصريات المفروض. بس مش هتشتغلي في النظارات عمر. لا مستحيل. يعني ايا كانت النتيجه وايا كانت المرحله اللي خرجت فيها صابرين، في النهايه اي برنامج مواهب مهمته انه يقدم الناس ويبقى بجد كتر خيره. انا عارفه انه التحيزات بتبقى شديده ساعه العرض، انما برضو كمان لازم ندرك الامور ونحطها في حجمها. كفايه انه مطرب او فنان او فنانه يقولوا كلمه صادقه على موهبتك. بس انت قلتي انا النهارده جايه اغني لراغب علامه. طبعا. ناويه تغني لوحدك ولا تخليه يغني معاكي؟ لا طبعا لازم يغني معايا. يعني لا ما هو حسب ادائك بقى. اولا بس بدي اقول شغلي، انا لا هي عم تغني هلا صابرين، انا هي اول مره بشوفها من بعد الحاسه الشهيره. صدقيني انه انا انقهرت كثير عليها، لانه انا بمكان نحن لجنه كانه عم ناخذ حكم على حدا والحكم طلع غير عادل، وحاربت باللبناني بنقول بايدي وبرجلي يعني لحتى اثر. بس انا صدقيني لا اتمنى ان اكون مكان اللي قالوا لا بعد ما سمعوا هلا عم شو غنيت. ما حدش يعرف لو هو مكان لجنه التحكيم كان عمل ايه او لو مكان قاضي هيعمل ايه. كل اللي اعرفه ان صوت صابرين صوت جميل طبعا، و و و ومش دبلوماسيه بس برضو احقاقا للحق، صوت محمد عساف صوت جميل طبعا. صوت يعني رائع. انا ممتنه ان انت اصريت على موقفك المبني على انحياز الموهبه، وكمان سعيده انه بقى عندنا صابرين ومحمد عساف واحمد جمال وكل النجوم اللي بتقدمهم ستار اكاديمي. يعني في النهايه دي مواهب، بس خليني برضو أأكد إنه مسألة أذواق بالذات في الغنى. إحنا صوتك يا صابرين صوت جميل ورائع. وهي حلوة وصوتها حلو. أنت بتعاكس برضو. في دمنهور مش عارف يعملوا فيك إيه النهاردة. راغب علامة بيعاكس. لا أنا ما بعاكس. بعطي رأيي. بإيه؟ بعطي رأيي. بتعطي رأيك. I'm being fair يعني بكون عادل كمان. طيب ماشي. عايزة تغني ايه الراغب وتخليه يشاركك؟ عايزة اغني معاه قلبي عشقها. ايه؟ قلبي عشقها. طب ما تيجي تقعدي معانا على الكنبة. تعالي. بس قبل ما تغني، الله على الغنى اللي غنيتيه اليوم. الله عليك. الله عليك. الله على الجمال، صح ولا لا؟ مش ممكن. صح؟ صح؟ مش ممكن. جميل. صابرين انت عندك 22 سنة؟ وواخدة الغنى ده هواية. يعني أنا بحب الغنى، وما كنتش أعرف يعني عمري ما تمنيت إن أنا أبقى مطربة أصلاً على فكرة. يعني عمري ما شفت مثلاً مطربين وقلت أنا نفسي أبقى زيهم، لا أنا بحب اللي هما بيعملوه. بس ما كنتش اتخيل ان انا ممكن انا اللي اقف واغني في التلفزيون زيهم كده، لا ما كنتش متخيله بصراحه. بس اما كبرت وغنيت قدام الناس ولقيت الناس بتقول لي صوتك حلو وغني، يعني ماما شجعت. فين انا شفت فين والدتك؟ انا شفتها. ايوه ماما. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. قول يا استاذه، قول يا بنت دمنهور. يلا نقول قلبي عشان تكون عالية عليها دي. ها؟ لا تبقى عالية. ليك ممكن. اوكي ممكن كده؟ طبعا دي؟ ولا كل ما اشتاق لي اروح واسأل عليك حبيبي، كل ما اشتاق لي اروح واسأل عليك حبيبي، وانا كل كل ما اشتاق إليها
هويتك عمري عطيتك وهي الأمل. وانا كل ما استقبلها اروح واستنعنيها ليلة، كل ما استقبلها اروح واستنعنيها ليلة، كل ما استقبلها اروح واستنعنيها، كل ما استقبلها اروح واستنعنيها. ارحل يا حبيبي اهلي ما يرضوا. الانسان يقدر يتحكم بصوته، يقدر ياخد الخيل المكان اللي هو عايزه. انتي ممنونه قوي الرغبة عليا، اعتذار شديد جدا، فاجأتني. انا بحب الغنى، عندها اللمعه فراحت مسقطاها مية مية. بتقولوا لك غني تغني. موعوده بحبك، موعوده بعيونك وعينيك السودا، والله انا خايفه تشمت فيق، والله انا خايفه تشمت فيق، كل بنات الحته يا حودة يا حودة يا حودة. انت قلت لي قبل التصوير ان انت ممنونه قوي الرغبة عليا، ان انت حاسه انه يعني فجاه لقيتي ظهر كده وهو انت ما تعرفيهوش. انا هو عامه في البرامج اللي زي دي الجمهور بيتاثر قوي براي اللجنه، يعني اللجنه اتقالت على واحد حلو 90% من الناس بتقول حلو، وحش يبقى الناس كلها هتقول وحش. فانا كان حاجه كويسه قوي ليا اللي في ناس تنتقدني، ويجي نجم سوبر ستار رغم علامه ويقول لا هي صوتها حلو وتستحق وتكمل وصوتها يستحق يكون في المسابقه، فدي حاجه طبعا يعني وسم على صدري منه يعني. يا حبيبي انت. وبرده انا عايزه يعني اوجه لك اعتذار شديد جدا ان صوتي انا سبب مشكله بينك وبين نجمة احلام، وكان سبب اللي فيه مشاكل كتير حصلت ما كنتش اتصورها ابدا. بالعكس، انا بدي اوجه لك الشكر لحتى يعني اليوم انت اعطيتيني حقي باللي غنيتي اليوم. انا من يومها مقهور. انا مش عايزه احملك اكتر من طاقتك، يعني انت في النهايه ما معكيش شركه انتاج كبيره، انت بتغني زي ما قلتي لي، انت لا درستي ولا انت بتغني كده وخلاص، طلعتي لقيتي صوتك حلو وبتغني. احكي لي اكتر عن غناكي، وانت بتغني بس لأم كلثوم ولا بتغني حاجات تانية؟ لا انا بغني طبعا كل حاجه، يعني حتى الشعبي بغنيه. بتغني ايه شعبي؟ انا ما سمعتكيش بغني شعبي. عشان ما غنيتش شعبي قبل كده، بس يعني حتى الشعبي بغنيه عادي. ايه شعبي زي ايه؟ زي كل حاجه. ما تقولي. لا صوتها صوت صابرين، يعني انا هلا عم بحس هي عم تغني قلبي عشقها، لان انا ما سمعتهاش باللون ده. فاجأتني. صوتها بيتطوع مع اي نوع اغاني، وعندها اللمعه للاغنيه الشعبيه ممكن تحبها، لمعه الصوت، لان الاغنيه الشعبيه بتحب اللمعه، بتحب الـ 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 الشعاع اللي بيطلع من الصوت اذا بدك. فهي عندها العرب السريعه اللي ممكن تلبس اي جمله شعبيه، وعندها الربع نوت ممتاز، يعني شرقي يعني. بنت بتغني بكل معنى الكلمه من الغنى، ومع الايقاع ماشي كثير منيح، واحساسها عالي جدا. هذه ميزات لما موهبه زي صابرين او اي حد تاني تكون موجودين عندهم، يعني هم مؤهلين انه يغنوا اي نوع من الاغاني ويكون لهم دور. محتاجين حد يسندهم، حد يزقهم، حد هلا بيبقى عليهم اختيار الاغاني. نعم،
اختيار الاغاني اختيار. طب ما تغني لي حاجه شعبي ممكن ما تتكسفيش. يعني اللي يجي على بالك والفرقه هتمشي معاك يعني مش تكون عامله بروفا. قولي لي حاجه شعبي تحبيها. ممكن اغنيه يا حوده ايه بدريه السيد برضه. طب قوليها لنا وهم هيمشوا الايقاع هيمشي معاك يا حوده. قال لك انا ممكن اقترح حاجه يعني مش شعبي قوي قوي بس شعبي وحلو. لصباح زي العسل. تمام حافظاها طبعا. بس برضه لازم اسمع يا حوده دي. حلو ده يعني. يعني طرب الشعبي انا بقول طرب الشعبي. قابلت كتير فرسول عشان الارض حرير وشفت كتير ولا شفت ازاي حبيبي امير. قابلت كتير فرسول عشان الارض حرير وشفت كتير ولا شفت ازاي حبيبي امير. بلش ريدان بلش ريدان مانيش رايدة إلا هو مانيش رايدة ولا فيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مفيش فايدة في القرب عشقا في الماء عشقا في القرب عشقا في الماء عشقا البنت عارفه ورغم علامة دلوقتي افتكر الاغنيه دي ولا غنيها ولا هي متدربه ولا اي حاجه. انت تقولوا لك غني تغني يعني ما يعني حافظه الاغنيه وحافظه التوناليتين وحافظه يعني دي انت بالنسبه لك الاغاني دي حاجه بتسسمها في مخك كده. انا بحب الغنى يعني وسبحان الله عندي برضو يعني حاجه في صوتي يعني مثلا في عرب بتبقى مكتسبه في الصوت وعرب بنتعلمها. انا لما بسمع عربه تعجبني في مطرب من غير ما اتدرب عليها صوتي بش يعني بشفاطه كده. ايوه بس انت ما ذاكرتيش ما اتدربتيش كده. انا بسمع الاغاني بس يعني اسمعها وزي ما قلت لك كده كل حاجه تيجي لوحدها كده بتشفطها. طيب انا عندي فضول اسمع يا حوده دي. ايه يا حوده دي؟ يا حوده تمام. اشرحي لنا الاغنيه دي اغنيه لمين؟ هي اغنيه لفنانه شعبيه جميله قوي اسمها بدريه السيد. هي يمكن مش واخده حقها قوي في الشهره بس من اروع الاصوات الشعبيه يعني. صحيح. فعامله اغنيه جميله قوي اسمها يا حوده غنيها كده. قولي بقى. موعوده بحبك موعوده برموشك وعينيك السودا. موعودة بحبك موعودة بعيونك وعينيك السودا. والله انا خايفة تشمت فايق والله انا خايفة تشمت فايق كل بنات الحتة يا حودة يا حودة يا حودة. انا عرفت انا عرفت المشكله فين على فكره. المشكله لا كانت في البرنامج ولا في راغب ولا في احلام ولا قالوا ايه الست دي شعبي يعني يعني هي ضلت طريقها ان هي بس هي غنت اغاني حلوه بس يعني غنت لذكرى غنت يعني انما هو انت بس بصراحه انا النهارده بشوف فيها نجمه حرام ما تكملش عندها سيطره على صوتها. هو الصوت يعني زي الخيال هو اللي يعني الانسان اللي يقدر يتحكم بصوته يقدر ياخد الخيل المكان اللي هو عايزه. هي متحكمه بصوتها خيال جيد
هي بتغني. وبعدين الألوان اللي ورا بعضها كل أغنية مختلفة من غير جيل ومن غير مكان ومن غير طبقة ومن غير مقام. وغنت مقام يعني زي العسل بالأخير. أنا قلت مش هتجيب العالي لأن الطبقة أوريدي عالي على بوفقوني الأساتذة الرأي. أنا قلت هتجيبها إزاي، فراحت مزقطاها مية مية. وبعدين قريبة من القلب ولسه صغيرة، وأنا جد بتأمل لك مستقبل حلو، بس تشتغلي على حالك، تشتغلي عن جد. يعني ما تقولي إنه أنا مش عايزة أغني، لا مش عايزة أغني حتقعدي في البيت طبعا. تقول لا أنا عايزة أنجح، عايزة أكون نجمة، وصدقيني لكل مجتهد النصيب. يا رب يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك يا صابرين، بشكرك. بس مش عايزة أنسى إن إحنا العيد كمان في 6 أكتوبر، ذكرى 6 أكتوبر. فمش عارفة ممكن تغني إيه في مناسبة زي كده، مقطع صغير. حلوة بلادي السمر. الله. حلوة بلادي السمر. طب وقفي على المسرح بقى، على المسرح. صوتها جميل. وبشكر راغب علامة لموقفه اللي ملوش علاقة بالجنسيات، له علاقة بالصوت. وبشكر أحلام لأنه لولا الخناقة دي ما كناش انتبهنا لمساحة صوت صابرين. يمكن صابرين كانت أخدت كارت إنقاذ وطلعت الدور اللي بعديه واللي بعديه وخرجت، وما كناش حسينا وركزنا مع الصوت ده. بشكرك وبتمنى لك مستقبل زاهر يليق بصوتك يا صابرين. انا بشكرك جدا. احنا في الفصل ده كنا مع راغب وصابرين، الفصل الجاي هنبقى مع راغب وشاكيرا. بعد شاكيرا حاجة تانية. أكتر حد استمتعت وأنت بتغني معاك مين؟ أنت حبيب ضحكاتي، أنت حبيب دمعاتي. أنا
عارفه ان انت خلاص ميعاد نومك قرب. الحيطه بالحيطه يعني. واصل انت. انت رفيق حكاياتي، انت بحياتي كل شيء. في حضور رغب علامة وفي الحلقة دي اللي هي بالأساس حلقة عيد وإحنا فيها عشان نسمع ونحكي وننبسط، إنما وجود صابرين نجيلي اللي كان معانا قبل الفاصل لازم يخليني أفتكر حاجة. إحنا في دمنهور، عشان هي جاية من دمنهور، عندنا أوبرا رائعة وعظيمة اسمها أوبرا دمنهور. لما سألت صابرين طب وإنتي يعني ما فيش فرقة، ما بتغنيش في فرقة أوبرا دمنهور؟ قالت لي ما أوبرا دمنهور ملهاش فرقة. الحقيقة خسارة، الأوبرا كمبنى عظيم وأنا متأكدة أنه عندهم الإمكانيات البشرية والمواهب اللي تخلي يبقى لها فرقة خاصة بيها. يعني أكيد في مليون صابرين في دمنهور وفي البحيرة وفي أسيوط وفي كل حتة، حرام أنه تبقى القاهرة هي بس المكان الوحيد أو المنفذ الوحيد لأصوات ومواهب طلع كده بدون أي مساعدة. أتمنى على القائمين في دار الأوبرا المصرية وفي دار وفي أوبرا دمنهور ان هم يتنبهوا لده ويبقى في فرقة رسمية لأوبرا دمنهور. ده على ذكر صابرين لحد ما وزارة الثقافة بجد يبقى لها دور حقيقي واصل للناس. قبل الفاصل كنا مع رغب علامة بنقول ان هو عمل دويتوات مع ناس كتيرة، بس بقى موضوع شاكيرا ده غير اي حد. يعني تغني مع واحدة تركية ايراني مش عارفه منين، بس شاكيرا حاجه تانية. يعني شاكيرا هي مشروع تم بين شركه سوني المنتجه لاعمال شاكيرا وشركه باك ستيج برودكشن يلي هي المنتجه لاعمالي، وتم التوافق ان الاغنيه هاي تصير عربي انجليزي، المقاطع العربي انا غنيها وهي تغني الانجليزي. للاسف ما صار فيديو كليب، يمكن بالمستقبل يصير، بس الظروف كانت كتير ضدنا لحتى نقدر نعمل فيديو كليب. مشان هيك نعمل فيديو مثل راشز للأغنية هاي، وهي أغنية جود ستاف معروفة لشاكيرا، وأنا اللي شاركت معها بالأغنية، يعني ما كان العكس. يعني هي مكتوبة الأغنية نص عربي ونص إنجليزي من الأصل. بالضبط. لا هي بالأساس أغنية إنجليزي لشاكيرا، بعدين قررت شركة سوني تعملها دوت معي مع شركة باك ستيج برودكشن. تعرب جزء من الأغنية. بالظبط. خلينا نشوفها زي ما أنت قلت بالرشة، زي ما تصورتش فيديو كليب بس متسجلة بصوت شاكيرا وراغب علامة. عمرو دياب يحب يعمل دويتو مع حد يوناني، حد لاتيني، حد أمريكي. أنتوا معرفش بزاكم كمطربين ده عشان يديلكوا وزن أكبر في سوق الغنى ويضمن لكم جمهور أكبر، ولا انتوا بيبقى على بالكم تغنوا انماط تانية مختلفه؟ كل ده يعني لازم بال بعصر العولمي الامور انفتحت على بعضها، ما بقى يعني الابواب كلها مفتوحه. اولا حلو كتير الثقافات الموسيقيه تفوت على بعضها، تخش على بعضها يعني، وبعدين بتحقق جمهور زياده للفنان، ويكون عنده جمهور برا اكثر. وكمان الفنان الغربي في فنانين ممكن ما يكون عندهم الشعبية الكبيرة ببلادنا، ممكن كمان ياخدوها. يعني أنا بقول لك مثلا أغنية الدوات اللي عملتها مع الفنان الفرنسي فودال، هو الجزائري الفرنسي شاب فودال. فودال كتير مشهور بفرنسا وكتير مشهور بأوروبا، يعني واحد one of number ones singer، واحد من الأوائل، بس ما كان عنده سوق بالعالم العربي. لما عملنا شفنا عيونه صار يجي كتير ويعمل حفلات كتير، صار عنده وجود أكثر بالعالم العربي. ممكن تكون إفادة للفنانين، بس أنا بأيد هالنوع من الدويتوهات، بأيد بشكل كتير قوي الانفتاح والشراكة بالأغاني والتزاوج الفني بين ثقافي وثقافي. عندنا لقطه كده بتلبس زي سديري او فيست الصليب الاحمر، خلينا نشوف اللقطه دي كده. وهذه الشراكه بفتخر وبعتز فيها، وبطلب من كل الناس يلي
بقدروا الإنسانية إنه يوقفوا يدعموا الصليب الأحمر ويخلوا أولادهم يكونوا جنود بهذه المؤسسة الشريفة البعيدة عن السياسة وبعيدة عن المشاكل وقريبة من رب العالمين. شكرا. إذا بدك تقبل منا سترة اللي محطوط عليها شرط الصليب الأحمر. كثير مشكور إنك قبلت. شوي. طبعا. اللي بس ولا قمت بأي مهمة شاركت في أي مهمة للصليب؟ لا أنا عملت يعني هذه كانت حملة لدعم الصليب الأحمر، وزي ما قلت هذه المؤسسة الشريفة يلي شباب وصبايا بيتركوا جامعاتهم وأعمالهم عشان يروحوا يتطوعوا ليساعدوا الناس بالشوارع. وأنا عندي مشروع مع الدفاع المدني ومع الصليب الأحمر، يعني أنا كل شيء عم جرب أعمله ازرع فكرة إنه الناس تساعد بعضها، لأنه تعبنا من فكرة الناس تأذي بعضها. انت بجد لما حصل انفجار الاشرفيه انا عديت قبله بدقيقه بالظبط، بدقيقه بالظبط، يمكن اقل من دقيقه. فكرني كده بالانفجار ده والملابسات. هو استهدف رئيس فرع المعلومات، يعني فرع المعلومات هي فرع مخابراتي الاقوى في من بين الاقوى في لبنان، استهدفه لاغتياله، يعني عمليه دقيقه و على مستوى عالي من الدقة وعالي من التخطيط. عرفتي؟ يعني عدوة العظمى. لأنه كان هذا الرجل اللي هو اللواء وسام الحسن كان من الصعب استهدافه، وكان يحقق يعني نجاحات باكتشاف شبكات إرهابية و يعني اشتغل للبلد. كنت انت يوميها انا معدي بالصدفة بعدين سمعت صوت الانفجار، صار شوي تعتيم على الموضوع. من بعد ما وصلت على المكان اللي انا وصلت له بعد ربع ساعة قالوا انه استهدف في انفجار بالأشرفية، وعملت وقتها تويت للمجرمين اللي بيستهدفوا اماكن آمنة زي الأشرفية، لأن الأشرفية منطقة ما فيهاش ولا يعني ما فيهاش صراع أمني أو صراع سياسي أو عسكري، منطقة فيها إذا في قلك سكنية ومنطقة أمنية وفيها كتير مطاعم وكافيهات وتمثل جزء من سياحة لبنان إذا بدك. يعني نحن ببلد مثل لبنان بدنا نتوقع أي شيء، بس ترجع بتقولي هذا بلد الواحد بده يعيش فيه، ما بده يعني تأكيداً بده يعني يطلب من ربنا الحماية ويتكل على ربه ويمشي بالحياة. الحياة لازم تستمر. صحيح. هرجع لألبومك الجديد وهننسى الجزء الصعب من الحياة أو من السياسة. خلينا نقول ليك أغنية حبيب ضحكاتي، هي عنوان الألبوم. صحيح، ملهاش فيديو كليب، بس انا عارفه ان انت خلاص ميعاد نومك قرب خلاص. صح، حذرونا قلنا لو طولت رغد هيقوم هيروح ينام، ما عندوش ما سهرش. ما لا ما بسهر، لو ما عنديش حفله ما بسهر. وبتعرفي من هواياتي مثلا شو؟ انا كتير بتنقل على الموتوسايكل. موتوسيكل على الموتوسيكل بسرعه عاليه. عرفني سرعه عاليه؟ لا ابدا على الاطلاق، بس بغطي نفسي كويس، ما حدش يقدر يعرفوا شيء لانه الكاسك اللي عندي مقفوله على الاخر. وبطلع مع الشباب، يعني الشباب المرافقين برضو عندهم معهم موتوسايكل، فمن هويات اللذي عندي اني اتنقل بالموتوسايكل قبل النوم. لا الصبح وانا رايح اعمل رياضه. اسمعي، انا رايح اعمل رياضه ممكن كثير اروح بالموتوسايكل اعمل رياضه وارجع بيه. انت ساكن في قلب بيروت صح؟ انا ساكن ده في ساكن جنب بيت سعد الحريري؟ صح. حد قال لنا كده بيت الجديد ده الحيطه بالحيطه يعني واصل انت هناك في لبنان؟ مش هو صديقي يعني، بس عمري ما يعني انا لم انتمي لاي فريق سياسي بحياتي بلبنان،
وهو ابن بيت سياسي ووطني وصديقي كثير على المستوى الشخصي، لكن ما اشتغلت معه سياسي وما اشتغلت سياسي مع أي حد، ولا هو طلب مني يعني، ولا علاقتنا لما نلتقي هو رجال لذيذ جدا وعيش جدا ودمه زي العسل. لا حلو ده، عيش وعيش ايه بتلبق له الحياة. لما نقعد أنا والرئيس سعد الحديدي اتأكد إنه لو قعدنا ساعة في 50 دقيقة منها ضحك ضحك ضحك، يمكن من ضغط السياسي هو بحب ينفس مع أصحابه يحكي حاجات تانية فمنحكي أي شيء تاني. إنما لما إجا لما سلم رئيس الحكومة رحت لعنده بمشوار رسمي، قلت له جاي لقلك بدنا ننظف سيارات لبنان، لأنه السيارات هي اللي بتعطي النسبة الأعلى من سي او تو يلي بيقعد بخلية الهواء، بيقعد بالهواء بالأكسجين وبيعمل احتباس للحرارة. عشان هيك بتلاقي البلد اللي فيها كتير عربيات وما فيهاش العربيات الصديقة للبيئة ومش مهتمة بالموضوع، تلاقي الحرارة فيها زايدة لأنه الدخان اللي عم يطلع من العربيات هو النسبة الأكبر للحفاظ إنه يقعد الحرارة بالهواء ويفضل فيها ما يطلعش منها، هذا ما يسمى بالاحتباس الحراري. فوقتها طلبت منه إنه بدنا نشتغل على هالمشروع، قال لي بوعدك إنه نعمل، إنما كانت ظروف سياسية وقتها صعبة جدا وما قدر استمر بالحكومة. طيب إحنا قلنا نحط السياسة على جنب وناخد الشق اللي بيحب الحياة، اللي أنت قلت إنه مصر إنه أغانيك تفضل كده وحياتك الشخصية كمان تبقى كده. خلينا نسمع راغب علامة في أغنية مشرط غريب ضحكاتي. حبيب ضحكاتي، حلو العنوان. جميل جميل، وحبيب دمعاتي. وعم دوت كل سنيني وما حدا غيرك مني.
الأنين لما بتغمرني برتاح الهم بحسه عني راح كل ما بشوفك أو بحكي بقلك خدني معك لبعيد معك بحس الدنيا عين بتضحك لي وبتأمل فيك لما بتغمرني برتاح الهم بحسه عني راح كل ما بشوفك أو بحكي إلك خدني معك لبعيد معك بحس الدنيا عيد تضحك لي وبتأمل فيك لما بتغمرني برتاح الهم بحسه عني راح كل ما بشوفك أو بحكي إلك يا راجل.
صح؟ انا يعني جاي من بلدكو، جاي من بلدكو لبنان، وعارف ان انت معانا في حلقه العيد. بالظبط، ومساء بي 6 اكتوبر. كل سنه والجميع بألف خير. كل سنه وانتم طيبين. فعايز تقولي انك عايز هتروح تنام؟ تبقى بتهزر. تبقى بتهزر. مش جاي انا بقول اني رايح انام وانا مش عارف. بتهزر؟ انا ما بهزرش. اه وريني. لا مش واخده بالي. كل البنات اللي هنا الانسات والمدامات كلهم عمالين يبعتوا لك قلوب وحاجات كده، وده ممنوع من البرنامج ده اصلا. ده البرنامج ده برنامج محافظ. انت متعود على كده انت حر. الحاجه الثانيه احنا سعداء بوجودك، لانه احنا في عيد وفرحه ونحب يكون اللي بيحبونا وبيحبوا بلدنا معانا في وقت الاحتفالات. صح. الحاجه الثالثه
بشكرك على اجمل استغلال استغلناه الراغب علامه في حلقه بتتذاع في ليالي العيد. انت امتعتنا وامتعت الجمهور اللي انا كمان بحييهم سواء من الفيسبوك او من الدعوات او من الاصدقاء والقرايب. انا بشكركم بشكر وجودكم. احنا يا دوب كتبنا انه احنا معانا راغب علامه. طبعا كانت المشكله في ان احنا نجيب نرشد العدد عشان الاستوديو يساعد. فانت اتعاملت مع البرنامج ومع الليله ومع العيد مع المصريين النهارده مش بشكل احترافي، انت عملته بشكل عفوي. انا مش عارفه اعتذر لك ولا اشكرك، بس انت امتعتنا وغنيت لنا وحسستنا بجد ان دي حلقه العيد. اولا انا زي ما قلت لك ببدايه الحلقه، انا كلني فخر واعتزاز ان يكون معك انت منى شاذلي. اشكرك يلي مش انا بحبك وبحترمك، بس كل الناس بتحبك وتحترمك. انت رقم صعب بالاعلام، يعني رقم. اشكرك لما تقولي منى شاذلي، لما نقول منى شاذلي احنا ما بنهزرش يعني. فبدي اقول لك انه عن جد تشرفت ان يكون موجود معك، وهيدي مناسبه حلوه جدا لإلي خصوصا بعيد الاضحى وبعيد اكتوبر، هذا العيد اللي شرف الامه العربيه والتاريخ العربي الى ابد الابدين. شغله ثانيه، القلوب ما بقدر اعيش بدونها، مشان هيك انت ما تزعلي. فانا بطالب باكثر منها برضه، مش حشبع من القلوب. في ستات متجوزين هنا جوازهم هيعملوا لهم مشاكل. احنا لا، بالعكس، انا الست اللي بتحبني بتشوف انا اللي بغنيه بحياتها العاطفيه وبجوزها وبعيالها. فانا يعني دوري دائما اني ازرع الحب، ازرع البسمه والفرحه. اتمنى انه اليوم معك يا ست منى انه نكون اضفنا شيء لهالجمهور الكريم الرائع يلي احبنا، واللي مهما عملنا نحن مش ممكن نرد له الجميل. وكل سنه وانتم طيبين، ودائما مصر دائما ام الدنيا باذن الله. امين. مره ثانيه بشكر راغب علامه، شكرا جزيلا.